بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، شيخ شعراء رحمة الله عليه، نسيمة: إن الإنسان المؤمن لا يخاف الغد، وكيف يخافه والله رب العالمين؟ إذا لم يكن عنده طعام فهو واثق أن الله سيرزقه، لأنه رب العالمين. وإذا صادفته الأزمة فقلبه مطمئن إلى أن الله سيفرج الأزمة ويزيل الكرب، لأنه رب العالمين. وإذا أصابته نعمة ذكر الله فشكره عليها، لأنه رب العالمين الذي أنعم عليه. نعم، شيخ شعراء رحمة الله عليه كتك من نهاية أنا توني شنيني معنا يا رب العالمين. هيا سورة، أعظم سورة في القرآن، إلك عظيم كبيسة، سورة الفاتحة. عم بايو هنا أنزلت بعد بسم الله الرحمن الرحيم، إنك الحمد لله رب العالمين. نهي دليل يكون إيش مهم وقوله الحمد لله رب العالمين. كم شكورنا كم حميدي الله نكونين كسبوين رب مولا اليوم بفيديو فيوتي حلفو كي بيا أنا بتزامة نكو فيليا رب كنا صفة ربوبية صفة يوليزي مزيمكو هون بكيتو لفو كياتا يبيفي. نعم، كلا كيتو أم خلق فهده أم كيونغوزا أكاكيبا كلا كيتاكي riziki yake na kila kitu. Kwa hivyo hakuna kiumbe yeyote, kiumbe chochote ambacho kinaweza kutekeleza isipokuwa mwenyewe Allah. Naam, Allah ndio mwenye kuamrisha kila kitu, na kwa kuwa kaumba lazima akitimizie kile alichokiumba, kila anachokihitajia. Hii ndio maana alhamdulillah, unashukuru kwamba Allah mwenye kuhimidiwa, kwa sababu yeye ndio rabbul alamin. Alhamdulillah, madhara amekuumba, basi tokea kuzaliwa kwako mpaka kufa kwako, riziki yako haitokwenda pengine, لازم يتكوجا كما لفكم بيا من يوم الزمو. إن الإنسان المؤمن حقيقة بن آدم من يقوميني خاصة إيمانياك إنام سبب شيء، أما يقوى سيوغوبي تشوتي لا يخاف الغد، سيوغوبي كيشو نكيشو كيشو كوتو وكاني وكوجاو مياكا يفوتا يوتي الغد بمعنى فيوتشر مستقبل واكي لا يخاف الغد. Halafu anasema Sheikh Khairu, kaifa yakhafu, na kwa nini aogope? Wallahu rabbul alamin, na ilhali Allah ndio rab mola na mlezi wa viumbe vyote, katika milki yake, katika utukufu wake, katika uendeshaji wake wa kila kitu, huwa rabbul alamin. Angelikuwa kiumbe kingine ndio mwenye kutupa riski, basi ingelikuwa balaa kubwa. Alhamdulillah kwamba ni mola Allah mwenye ndio mwenye kutupa riski. كيف يخافه والله رب العالمين. زينتي أمان الحمد لله رب العالمين جو تونكم با خوفي توندوكا كي جو أمان خسر مقصوديو يعلم يزم قالوا اللي قصوديا كتك الحسمين الحمد لله وساو مين ديو رب العالمين، مين ديو رحمن، مين ديو رحيم، مين ديو مالك يوم الدين، مين ديو نستيكي كوابوديو أنا كنت كومبا مساعدة. نعم، هو رب العالمين. إذا لم يكن عنده طعام بن آدم ونسيما إكوهانا شكولا فهو واثق أنا كون حقيقة أن الله سيرزقه كما الله تمرزقه، لأنه رب العالمين كسبب يني مولا يوم بفيرته. نعم، وإذا صادفته الأزمة نايكم باتا شيدا يوتي تابو يوتي فقلبه مطمئن ميواكي pale pale unatulia, una matumaini mema, unaondoa hofu, unajua kwamba yuko Mola
وكمون روسيا مشكلة هاكي كويفو أكيد جوا كومبا مولا يوبو بس يبالي بالي فقلبه مطمئن إلى أن الله رب العالمين يكون بقى الله رب العالمين سيفرج الأزمة حتى ليت فرج ياكي يشدهين ذيكي ألوكونا ويزيل الكرب ناتونرو ذيكي ألوكونا لأنه رب العالمين كوكوين يومولا وفيوم بفيوتي. وإذا أصابته نعمة وبندو بيلي ساسا نعمة يمكوجا كواكي إلي فرها ياكي نكوا كبوا كيف نعمة هي ينتاكا شكراني لازم أشكره. وإذا أصابته نعمة ذكر الله همتاج الله وشكره فشكره أكم شكر الله عليها على هذه النعمة ونعمة دومبا لازم أشكره وسبب كشو توليزو ثم تسألون يومئذ عن النعيم كشو توليزو ينعم الدكوبة وميتمياجي أكي كوبا ميزمونكو بيا كنا مشاطياكي وتميه كنجيان وتاكا ميزمونكو نعمة unaitumia wewe, neema ile kwa kuna kuwaneemesha wengine ni wajibu kwako wewe. Hiyo ndio aina ya shukrani, kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin unasema alhamdulillah washukrullah, halafu shukrani zake pia namna gani vya kutekeleza ile neema uliopewa katika matumizi yake. Naam, pia ni katika jumla fa humshukuru Mwenyezi Mungu, humdhukuru Mwenyezi Mungu kwa kumsifu na kumshukuru, fashakarahu alaiha. Kwa nini? Kwa sababu wanastahiki kushukuriwa, lianahu rabu lalamina aladhi anam alaihi, yeye ndio mola viumbe vyote aliyemneemesha na kumpa neema hiyo. Naam, kwa hivyo hapa tumepata katika maelezo haya hikma na umuhimu wa qaul rabu lalamin. Naam, rabu lalamin, mola na mlezi, katika sifa zake za uungu sifatu rububia ndio ilikuwa muhimu hapa. Sifatu uluhia ya uungu wake, jabaruti wa kuwati na uwezo wake mkubwa, aladhi idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Hii uluhia, sifatu ya ilah, huwa ilahun wanastahiki kuabudiwa. Halafu mwenye sifa za utukufu wake, asmaullah alhusna. Lakini sifa za rububia, wama min dabbatin fil ardhi ila ala Allah rizquha, hakuna kiumbe chochote kinachotembea ila Mwenyezi Mungu amekiwekea riziki yake. Kwa nini mja anakuwa anaogopa tena? Naam, kwa hivyo anastahiki kushukuru, kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyempa neema ile na kumshukuru, na daima mtu asisahau alhamdulillahi rabbil alamin.